تسلم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في احتفال جرى في قصر الصخير هذا اليوم أوراق اعتماد سفيرين جديدين لدى مملكة البحرين، حيث وصل إلى قصر الصخير سعادة السيد شازريل بن زهيران سفير ماليزيا، حيث كان في استقباله رئيس المراسم الملكية، وجرت له المراسم المعتادة في مثل هذه المناسبات. وقد تسلم جلالته حفظه الله أوراق اعتماد السفير الماليزي، وتبادل جلالته معه الكلمات الترحيبية، مشيدا رعاه الله بالعلاقات الثنائية القائمة بين مملكة البحرين وماليزيا الصديقة وما تشهده من تقدم ونمو في جميع المجالات، وتمنيا جلالته له دوام التوفيق والنجاح في أداء مهامه الدبلوماسية. من جانبه نقل السفير إلى جلالته تحيات وتقدير الرئيس الماليزي لجلالته بمفور الصحة والسعادة ولمملكة البحرين وشعبها بالمزيد من التقدم والرقي، مشيدا بالعلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط ماليزيا بمملكة البحرين. كما وصل إلى قصر الصخير سعادة السيد أيتان نائي سفير دولة إسرائيل، حيث كان في استقباله رئيس المراسم الملكية وجرت له المراسم المعتادة في مثل هذه المناسبات. وقد تسلم جلالته حفظه الله أوراق اعتماد السفير الإسرائيلي، وتبادل جلالته معه الكلمات الترحيبية، مشيدا رعاه الله بالعلاقات الثنائية القائمة بين مملكة البحرين ودولة إسرائيل وما تشهده من تقدم ونمو في جميع المجالات، متمنيا جلالته له دوام التوفيق والنجاح في أداء مهامه الدبلوماسية. من جانبه نقل السفير إلى جلالته تحيات وتقدير الرئيس الإسرائيلي لجلالته بمفور الصحة والسعادة ولمملكة البحرين وشعبها بالمزيد من التقدم والرقي. Hey!
هذا وحضر مراسم تقديم أوراق الاعتماد سمو الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى وسمو ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب ومعالي وزير الديوان الملكي وسعادة وزير الخارجية وسعادة رئيس المراسم الملكية.